حرك بالتمجيد لسان عاجز مسجون في الأسقف والشهيد الأنبى سراب أمون من صعب يهود الأفار الأسد الإرهاب لإبليس الشيطان طهر بقوة المصلوب بلده يا أورشليم الأرض الباهية واسم أبو إبراهيم من سلالة ملوكية في العتيقة تهزت منذ الطفولية واشتاق بكل القلب للزمرة المسيحية فظهر له من السماوات ملك متلالي بالنور من قبل رب القوات وقال اسمع يا مبرور امضي الى الكنيسة تجد الانبا يؤنس وباقوى النافسة يعظك فتتقدس فنهض لي في الحال وتعلم الاسرار التي ليسوع المتعال وبنعمتي استنار طلب العماد بدمع ظهرت له الحنونة البكر ام يسوع ذات المعونة وقالت لك السلام يا ابن المواعد نفسي أراك بالسلام إلى الإسكندرية تعود إلى الأنبا سأناس فيعطيك المعمودية باسم ابن مسيا فدي كل البشرية فمضى إلي في الحال الأنبا سراب أمون فتعمد وصار في كمال سر النعمة المكنون سمع الأنبا بطرس خاتم كل الشهداء فنهض ورسموا أسقف بمدينة نيقيوس راعى قطع المسيح بأحسن رعاية وسابليوس القابح قطعوا بالكلية فسعاد طلب الكافر الملك دقلديانوس فذهب كأسد كاسر إلى الأسكندرية مخصوص فتم الشهادة وكل الأساقفة معه ووفي يد الأعداء ووجهك ملك الله السلام للأسقف وشهيد الأنبا سراب أمون للمحارب الصندل ضد إبليس الأرقل السلام للحبر المأنوس الأنبا سراب أمون وحفيد اسطفانوس الشماس المأمون السلام للكوكب المنير من أراضي يهودية شابي كوكب القدير المعد المجوسية السلام لمن أنار الأراضي البحرية وتباهت به الأمصار ومدينة نيقيوس السلام للأسقف وشهيد الأنبا سراب أمون اسطفانوس الجديد وابن مدينة سيون الموت قرب مني وأنا غارق في السيئات يا انبصر بمنع عني بشفاعتك طول الأوقات تبشير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الانبصر بمنع عني